الله. ايه اكتر حاجه بتكون بتحسها يعني لما وانتوا نازلين فاينل كده وانت ككابتن بيبقى عليك مسؤوليه كمان انت تحاول تفك اللعيبه شويه علشان يعرفوا يلعبوا؟ لما دايما نسمع اللعيبه تحس ان رجلها تقيله في مش قبل الماتشات الكبير. على حسب، بص يا عمر، على حسب الـ 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 الشخص او اللعيب. يعني انا مثلا بحب اركز ابقى ما بتكلمش مع حد خالص. في واحد مثلا زي كابتن بركات لما كان بيلعب معانا يحب يهزر ويفك ويهزر مع ده ويهزر مع ده، فهي بتبقى بتختلف من واحد لواحد. يعني استمتعوا انتوا في زي ما قلت لكم فرصه كبيره جدا ما بتجيش لاي حد، فان شاء الله ربنا يكرمكم وتطلعوا كل اللي عندكم وتوروا للناس اللي فيه لعيبه ومواهب عندنا كويسه، فان شاء الله بالمكسب باذن الله.